جماعة الديسكورد إذا أحد يسمعني خلت السب بالواتس عو 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 هسه اسمعني ميو ميو لا لا ما أبد خلي ادز لك لحظة رسالة على الواتساب عشان تسمعني سوين شير الكاميرا ترى اللابتوب راح يقمز بسجل بدي اسجل بدي اسوي ستريم فاتح يونيتي بس فاتح كاميرا اللابتوب راح يقمز طفي الكاميرا فضل لا تتجسسون علينا هذا راح نسوي بيك ابس هنا تجي ال او او بي بس انا قبل كان شيء ما هي العدد المشاهدات العالم عدد المشاهدات
هسه على مود البيك ابس لازم شنو عندنا؟ لازم عندنا كلاس لازم اكو كلاس يخدمنا كلاس 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 ايش شفتوا الجراف؟ لا مو هذا لايبرري يعني مو لا هذا انا برزنتيشن سوي مارك داون مارك داون تعرف تسوي برزنتيشن انا لايبرري هذا ابستراكت سينا نجعل انهرتس سبيشلي عملوا ديك اعطينا المايك المهم هسه الفكره مالت انت سويت كلاس خليت لي داتا ليش شنو داتا؟ شنو الميثودز؟ انت خليت كلاس هذه كلاس يوزني مو محتاج يعني كتاب سويت عندك هاي كتبت كلاس خلت بيه مثلا داتا خلت بيه مثلا ماشي عندك كلاس تريد ياخذ مني خصائص المثل بدون ما اسوي له كوبي ماشي مو سلعه ممكن تغير مثلا خصائص المثل غير انا اسوي سلعه لازم اكون رابط بركت انا مثلا عندي خصائص هنا وبدي فوقها خصائص إذا شفت الفيديو ما شفت الفيديو أنا هذا الناس إذا سينا بوبليك تقدر هذا هاي اللي قبل هاي اللي إنكابسوليشن مثل هنا برايفت أكون سويت له سترينج واتد بس هاي خلينا نرجع كود شايفه قبل شنو هاي المونو بيهيفير نينجا يعني يونيتي انا من اكتب ترانسفورم هنا صح موجوده ترانسفورم اكو ترانسفورم بالكلاس نينجا يونيتي شلون اطريق انا اقدر استخدم هاي التقنيه بس اكتب كلاس في وخلي سكريبت اخذ هم شك شيء داخل هذا الكلاس موجود هنا خلينا نسوي كلاس جديد ونسميه بيك ابس او سكريبت اذا تريد نسموه ترانسفورم كلاس ترانسفورم هذا اوبجكت فاريبل اذا كابيتال اوبر كيس هاي كلاس هذا الفرق زين هو ذا فاريبل شلون يعني اذا بنفتح دوت اوبجكت هذا مو اوبجكت سويت مارك نفسه مع عبدالله دوت نيم هذا مو شغل داخل شغل ايه نفس الشيء فقط ترانسفورم ترانسفورم دوت ترانسفورم يعني كلاس كلاس مو كلاس اي شغل هو كلاس بس انت يخلص ناخذه مثلا هنا ترانسفورم دوت بوزيشن هذا اسمه الكلاس يعني متغير في الباك اند شويه متغير هو باري والله داخل الكلاس مونو بيهيفير داخل مونو بيهيفير لا هذا هي اساسه اسمه الترانسفورم كابيتال هذا لور كيس خلينا نسوي سكريبت جديد سميه بيك ابس لازم نسوي هاي الحركة مال اليونيتي تذكرنا بيه بس انا سويت البيك اب انا اذا مثلا داخل البيك اب انا اريد اسوي فانكشن شو اسميه مثلا دو بيك اب يعني اضغط
خليني اسويها void do pickup اعتيادي. هاي function طبيعي ايش تكتبها void طبيعي. مو الفرق انه هناك تبع هاي public البيونتي نفسها مثل مثلا هذا مو لور كيس. اذا رجعت اليونتي رحت الكاميرا شلون صار كابيتال يونتي من حاله يتعرف انه هذا النيمينج كونفنشن صح. نسميه مثلا بلاير بلاير اوبجكت من هذا اوبجكت بلاير اوبجكت سميناه مثلا. اذا رجعنا هنا كابيتال راح يعتبر فاصل فاصل اي جنب اللي كان هي اصدق لا احد يغير شيء هذا بس يجب ان نوضح السالفه. عرفت ليش كلها طالعة من يونيتي؟ هل وقت الانتظار هذا الهائل؟ ليش بروجكت شلون تصير؟ شلون تصير؟ بلاير اوبجكت وصل بشكل ثاني. انا جرب بلاير علي. المهم بس احنا سوينا هنا مثل بوبلس تقدر توصل لنقاش. اكو شغلتين اذا هنا لاحظتهم. اكو شغله اسمها بوبليك مو؟ شغلة أخرى هي private school مثلاً private int sub. فرق بين ذني الاثنين هاي أنت خارج الكلاس سويت declare intra تقدر توصلها clear أما هاي راح تقدر توصلها هاي ما موجودة بس داخل الكلاس أما هاي موجودة خارج الكلاس. هاي private بالفيديو الثالث سبع دقائق هاي يعني السالفة مال public project. فهنا سوينا شنو؟ ها؟ يوني. هما النيم إيه. سويته. set name. هنا سوينا method public. سوينا ذلك. أنا أريد استعمل هاي الميثود على غير كلاس حتى لو هي مو مشترك. أنا شو سويت؟ سويت كلاس الأخ. مثلاً أول شيء إحنا نحتاجه بالبروتوكول هاي نحتاجه كوين. مو؟ مو ولا لا؟ نسوي نسميها كوين. شاء الله أدعم يا
هم ما نغير شيء لمكان التغيير بس. هذا اللي يصير شغله يقول له الاب مع هذا الكلاس وربس فشوف شيء في كابس اللي له تبغى شيء يسمح لي عنده مو قادر هاي بوبليك أو كل منا بروتكتد مثلا هسه اذا بالستارت قلت دو بيك اب دو بيك اب موجود هنا الكلاس انا شلون بدك تذكره؟ ربطنا بالبيك اب الاب مال البيك اب شنو؟ مونو بيهيفير والاب مال مونو بيهيفير شنو؟ بيهيفير الاب مال بيهيفير شنو؟ component ولا ما component شنو اعتقد ما عندنا عند object هيك هذا يعني واحد ايه حاليا سهل object لا هذا object الكرتون مو small ones object بس class object هذا الاب الروحي مال الكود شو سكريبت نكتبه هذا الاب الروحي مال او الجد الروحي بالعب multiple inheritance أكو طريقة interface بس ما رح أشرح ما قلت تبي تسوي كاس فارغ لا هي C++ كاس فارغ هي abstract كاس فارغ هنا أنا مكتبي عليه methods بس ما طلبنا هاي سمي كورن متلخص إذا الناس تقول فارغ بس ما هل يمكنك ان تسوي انهارتنس هنا شغله معارضه لها شغله مثلا اثنين عندنا نفس الاثنين انهارتنس كيو انهارتنس كيو بس احنا نسال انهارتنس كيو مره بهي 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 فالهدف هسه من كل هاي انه عندك هسه الكلاس موجود هنا قصدي الميثود موجود هنا تقدر خلينا نقول مثلا عندك انابل بيك اب كل بابليك نقول مثلا string بيك اب نيم انا سويتها بالبيك اب سويتها بابليك نايت string موجوده بالكوين موجوده بالملف كتابه لا موجود شلون اقدر اصلا لا دوبك انت كتبها كتبها كانما هي موجوده هنا كانما هي موجوده اعتبر هذا تورث كل شيء موجود هنا. هذا بيك ابس بيعطي ورث نقطه للكوين شوف شيء داخله يعطي الكوين فانت عارف تقدر تعدل عليه تقدر تستدعي شوف شيء داخل بيك اب شرط انه يكون بابليك اعتقد شرط انه يكون بابليك اذا حاولنا البيك اب نيم سويناها برايفت ما اعتقد تقدر توصل ما ماكو بس هو موروث مني هناك كلمه خاصه اسمها بروتكتد اللي ما مسموحه بس له واللي داخل الملف نفسه اللي للكلاس نفسه والكلاس والجهاز ما راح اتطرق عليه بس اشوفكم اياه يعني ديمونستريشن بروتكتد اتوقع نفس الملف موجود عشان تجاوب نفس الملف ما اعرف مجربه على المدام غير كلاس امر الى تقدر تستخدم بس بالضبط تستدعي بس الكلاسات المورف اما اذا ما مورف مثلا اذا سويت instance object go dot pickup name يعطيك اياه
بس احنا ما نحتاج بيك اب نيم، تحتاج هو النيم موجود اصلا بالانسبكتر. كل اوبجكت عندي اللي اريد هسه دو بيك اب، اريد سايكو مثلا. عندي نوعين اخرى، مثلا عندي ميل بي كان بيك اب نفسي غير مو كوين كلاس مختلف ولا ايش. اريد اللاعب يمشي على هاي ويمشي على هاي، فين تستبعده؟ مثلا بشكل طبيعي مو رحنا على بلاير مثلا سويته هنا برايفت، ما اريد بابليك، ما اريد عينه من سبيكتر، اريد عينه هنا بيك اب، اسميه بيك اب بالستارت. عينه شلون اقدر عينها بالستارت؟ اد كومبوننت جيم اوبجكت دوت اد كومبوننت، بس هنا يحتاج اكتب بيك اب او بنكتب كوين جولد. أنا إذا غير نوعي كذا لا، أنا ما غير نوعي كذا، هم اللي هم نفس النوعية بس. لأنه هو واحد من الأحبة. هنا إيش ساعدوه؟ نعطيكم مثال. بس أنا هذا يعتبر extension، هذا الأساس، هذا كل شيء موجود، هذا مجرد extension. عندنا إيدك، بس هي الإيد مو كل جسم، هذا كل جسم. شو قصدك من الغير هو الإب؟ لا هذا بيك اب. إذا استعمل هنا. البيك اب كلاس اي بس هنا بس هذا اعطيني ثاني شلون تقدر تستخدمه. انت مستعمل مثلا ريجيد بودي تقدر تسوي جيت كومبوننت او ريسورس تقدر تسوي هو ريجيد بودي يعني ريجيد بودي ايه ار بي يسوي جيم بس ما ينفع ريسورس قصدك الريسورس اوكي انا جربت وهذا الجسم تقول لك الايد فهي جزء من الجسم بالضبط. هاي نفس الشيء ما اقدر اتشعر لي جمع الكسر خلي يطيق قال عليه محمد. اذا مثلا الشغلة موجودة بالكوين بس ما موجودة بيك اب، مثلا احنا ايش نحتاج بالكوين؟ نحتاج اماونت مو انتي كوين اماونت. الكوين اماونت يعني اشياء انت متطق الكوين تنقل صفرة في خمسة او مثلا حمرة 25 لا يعني تقدر تغير عنه كل بريك اب شكل كل بريك اب لون تقدر تحدد. زين هاي موجودة بالكوين اقدر اوصلها الى سويت بريك اب؟ ما دام احنا وصلنا الى الكوين نقدر نوصل يعني خلينا نجرب. كوين اماونت وين؟ من نوع بيك اب. لا تنسى هذا مو نوع بيك اب، مو هو اللي يضيف لي نوع كوين فايل، لازم نضيف لي نوع بيك اب بس اريد الاكستنشن مال كوين. هنا علم هو الكلام صح تقدر تسوي هاي كوين جوجل
سوي هاي كوين تقدر توصلها. أنا سويت هذا الكوين على واحد من النوع يعني مثلا خليت لك مثلا أنت أون تريجر أنت دخلت في التريجر هذا مال البيك أب أقول تجيب لي والله هذا شنو التاج مالك هذا التاج مالك هومي التاج مالك سويبر التاج مالك جامبر هاي مو هاي كل شيء بيختلف هذا أفلاي سكريبت بها أنا ما له علاقة وكل سكريبت لي فانكشن خاصة بي يعني مثلا هاي اختيار البيك أب مثلا يو سي كل هذا بعد زين ايش معنى واحد سطر واحد إذا كل وسط قال لي هذا الكوليجن هل هو عنده نوع بيك أب؟ إذا عندنا نوع بيك أب تسوي له دروب إذا ما عندنا نوع بيك أب لا ايش ولا صار نرجع لي صدر شوية حضور راح احتاج معي نول هنا نول شنو؟ أوبجكت فار أوبجكت فار هنا نول شنو؟ أوبجكت فار يعني ما بيبقي هنا هو عنوان بوينت بس تريبل اي ما في عنوان عنوان دبلوماسي بوينت شو ما ضغط بوينت على الكلاس ما بس على مود نوصل الشغله بداخل الكوين لازم غير هذا النوع نسوي كوين زين انا ايش اسوي عشان فايت سويت ذاك بانت مالت الى على انت غير النوع مالت انا اريد اوحد النوع مالت لا كل وساطه ما استعمل كوين مالت استعمل ال كوين يعني احتاج مثلا كوين مالت مثلا ات اسوي كل شيء داخل بس لازم كل الفانكشنات اللي موجودة بكون حتى نستعمل من ذلك كل شغلة ممكن تستعملوها خارجي لازم موجودة هنا بالبكاء هاي الفكرة أساسا بس إذا مسحنا هاي مثلا خلينا نمسح البيك أب همين وخلينا نمسح الكوين هنا همين هذا الكوين أموت هنا هذا البيك اب اريد كل ما ياخذ بيك اب اريد يطبع بيكت اب وارجع نقطتين واسم الشغله يا ما بجد اثنين قلنا قبل شنو شو نسوي نسوي تاج نحط التاج على كل البيك ابس وهذا التاج شنو؟ انت نوعية بيك اب اذا تدخل داخل البيك اب شو تسوي؟ تدخل تسوي فانكشن معينة او فانكشن معينة او فانكشن معينة ما احتاج تسوي شيء اذا سوينا اون تريجر انتر مثل قبل شوية او قبل كم محاضرة انتر طبيعية هاي شنو قبل شو نسوي؟ other game object dot compare tag مو مثلا تاج بيك اب ورجع نسوي شغلة مثلا print او لنا للسهولة خلنا نسوي print pick up وراها لازم شو اسوي ارجع لunity نسوي tag هل يسوي game object جديد لحظة كم وجه جديد سلندر اسطواني من غير حجم مثلا نرست مكانه هذا شنو نسوي تريجر ليش يقدر يدخل بدا نقدر نلوفه هيك مثلا ننزله شوي كبير خلينا نصغر حجمه اطلع ماتيريال ونسوي سبليت كوين ليلى ياهم نسوي ذهبي او اصفر او شو نسوي
موجودة طبيعي. سميها كوين لازم. لازم ايش نسوي؟ نجي add tag نضيف التاج شنو التاج pick up إذا مش بداخله ماذا تنتظر أصدق ما ماذا تنتظر تاقي ماذا تنتظر دخلت بداخله طبعا مو بزين هاي صارت سوينا قبل بالكوين زين بس خلينا نقول مثال شلون راح تعرف هذا مو كوين صح يعني سوينا تاج بالكوين سوينا تاج بالسويت بالارا في البوكس كل واحد تاج مختلف نكره بس ان شاء الله شو مو كما يكون مثال صعب بس سوينا شنو شو اسمه بيك اب كل هذا تاخذ هذا كوين اخذت البيك اب والسبيد باك راح تاخذ بيك اب والجمب باك راح تاخذ بيك اب ها؟ بس شفت بس رجعنا هنا شغله بسيطه نقدر نسوي شغله غريبه راح تكون يعني عاده هاي الشغله نسويها بالستارت شو راح نسوي هنا؟ لا قبل استرويا احنا ردنا شنو؟ نعرف هاي كوين ولا لا؟ خلني اسوي ديستروي لحظة مات ورد ديستروي خلني اسوي ديستروي يرتجي صح صح بس المشكلة شنو؟ شو راح تتعرف اذا هذا اوكي هسه كل البيك اب صح تختفي هاي معروف بس بركتك و بيك اب ما يزيد الكومبات شو راح تسوي؟ مثلا بيك اب يخليك تطير لازم تعرف تصنيفه شنو تصنيفه؟ شلون تعرف شلون تصنيفه؟ كل واحد من قصة بس هاي مشكلة راح تكون تخيل مثلا كل ما نضيف شغلة بيك اب لازم انت شنو ترجع هناك تقول اف هذا بيك اب من كذا نوعية اللي تسويش إيه هذا بيكمل كلام عليه اللي تسويش مشكلة جرى طالع عليه بس تاجر هواي تاجر هواي إذا سبيل بوك لازم كل شيء إلا أسوي لوب وشي فعطة أسوي تردات وشي إيه جيب عاكونا معكم إيه ولوب وشي تأخذ أول ما طب مسح مسحة كل اللي نسوي بكل بساطة هاي ديستروي أذر اللي هي هاي الكولايدر اللي انت طخيته الجيمو تشيكوناتي بكل بساطة نقدر نسوي هاي الكوين مو ماخذ بيك أبس مو نوعيتها بيك أبس مو شو نقول if other game object احنا مو دائما نسوي get components بال اسمه بالستارت نقدر نسوي باي مكان عادي انا اللي سوينا اريد بهاللحظه اعرف هذا عنده component من نوع pick up قلنا لازم شنو اعرف لازم قيمته ما تساوي شنو ما تساوي نقطه عم بعرف انه مو فارق بيسوا عندنا كل صفر لا صفر قيمة النقط فراء ولا إيش حتى ما بي ذاكر يعني عمان بذاكر ما بعدين نوع انت ايش دافع بس مو كل بيك اب اكو بيها دو بيك اب دو بيك اب شو سوف اوكي تذكر لو كانت جرعة
هسه انا رجع له صح هو سؤاله صح وهاي فاكت البوليمورفيزم بس انا رجع له بيك ابس دوت شنو اسم الميثود دو بيك اب عارف سنتكس غريب هاي ما عادة نسوي شنو جيم اوبجكت بيك اب بوينت نسوي الاساين بالستارت الموجود هنا صح شلون يترجع قيمة شلون نفس الوقت تقدر تستدعي من عندها هنا لازم تعرفون شنو هي القيمة ها؟ مو لا فكرة داش راح يكون ما يكون إنه ممكن تستدعي هاي بين مكان مش أفضل بس أنا سوي بريستارت لأن أنا ممكن تيجي سوي سوي كل شيء قبل تبدي سوي بريستارت أنا هذا اللي نعطي قيمة لامي اللي نعطي أزيد الفورس وأنا قصة حسناني بعد سبب ما تيجي أنا أعطينا قيمة هم وراي الله نقدر نستعمل قيمة جيت كومبوننت عادي حتى بالابديت تقدر تسويه بس يعني جيت كومبوننت شويه هيفي انت بالابديت كل فريم يقول له جيم اوبجكت جيت كومبوننت ريجيد بودي دوت ات فورس نجرب جيم اوبجكت جيت كومبوننت ريجيد بودي ات فورس نمسح شوفها تشتغل ولا لا اللي سويته انا شنو انا استدعيت ريجيد بودي بدون ما اخليه قيمه الشغله انا مباشره استدعيت ريجيد بودي واستخدمته قبل شنو اسوي نحفظه بشكل نحفظه بقيمه محليه انا من بعدين اقدر استخدمه بشكل مستمر ها مو ايرور لا لا مو ايرور هذا شغله اكسبنسيف ميثود انفوكيشن يعني يقول لك هاي استعمالها غالي. هاي كل فريم راح تقول get component get component get component get component. بس تقريبا ممكن الفريم يعني ما شاء الله. إيه خلينا نقول كل فريم حتى ممكن فريم في 200 فريم بالثانية يعني بس. بكل بساطة هذا يساوي هذا يعني شنو لما ندوس بلاي هذا راح يشال الار بي وهذا راح نحطه بمكانه مو بس ديش ما كل شيء بعد بالنظر اي اوبجكت فما شلون اجي ما اقدر البيك اب كومبوند وين جزء من نسوي كل هذا اي اوبجكت اصلا لا هي ما تشتغل على كل هذا مو كل فريم سوي كل هذا اي بس قصدي ما اقدر اسوي ريفرنسينج فوق اي ما تقدر تسوي بالضبط شو بدك يعني انت تروح تحس ان شاء الله لا حتى اجيب مالتي كومبوننت صح اللي تسويه هنا او بالاحرف لغه تسويه هنا احنا سوينا
هاي الفانكشن او فانكشن عفوا هاي الاوبجكت الفاريبل وانطيناه قيمه مو من نستدعيه من ديسبلاي ايش راح يصير؟ وعنده القيمه هذا راح ينشال ونحط القيمه مالته بمكان اللي هاي القيمه مالته هذا دا اسوي فاني هنا ما اعرف شنو التخيط او شنو نوعيته كأنه ما دا اسوي هيج pick up pick ups pick خلنا نسمي pick ساوي other dot get component pick ups هذا بدي اسوي نسوي هنا عفوا pick اللي سويته هنا مثل فوق سوينا variable نوعية pick up سوينا variable نوعية pick up سوينا له get component مثل الفوق الفرق هنا مو game object هذا إنما شنو ال other library لا نضرب ورجع شيكنا قيمته هل عنده قيمة لو قيمته فارغة نعم إذا قيمته مو فارغة هاي علامة اللي غير صحيح مثلا هنقول هاي بمعنى إذا قيمته فارغة بسوي هيكش أنا لا إذا قيمته مو فارغة شلون أقدر أعكسها نشيل الإساوي الأول نحط علامة تعال شوف علامة لا يساوي إذا قيمته لا تساوي الفراغ سوي أسفل هي بيك بس هاي في مشكلة فين قدرة بتحاول وهو ده يساوي get component بيك أبس على روم سين حاجة ما عنده بيك أب لذلك هنا أرى no preference لا واحد يقول لك أرى no preference بتحاول تجيب شغلة ما موجود أصلا سوي أغس هو أنا يساوي هذا ما مباشرة هنا هاي تجي هنا يا مو قلنا من الديسبلاي اسم المتغير راح يشارك نحط قيمة مكانه هنا نفس الشيء البيك كانت قيمتها هاي فمكان ما اسوي له متغير اسويه مباشرة كأنما انت تسوي باريبل اذا نعطيها هاي القيمة بالاسم نفسه على ما قلنا من بعد اي انت تشيل بالضبط هو ده يقول لنا شايف القيمة الموجودة قبل موجودة عند بيك اب كومبوننت اسمه بيك اب او نوع بيك اب اذا ما اذا عنده ومو فراغ فسوي له بيك اب شو راح تكون؟ فهنا لا انت بتسويها وده تشيك بنفس الصورة نفس بعد ما تكون او تفرق من شلون تقدر تكتب هاي بسرعة متى شلون بتسويها؟ هسه هنا مثلا ريجيد بادي ماشي احنا مو انطينا قيمة هنا القيمة شنو هي؟ جيم اوبجيكت دوت جيت كومبوننت دوت ريجيد بودي او ريجيد بودي نايت ريجيد بودي انت من الدوس تكتب لها ار بي الدوس بلاي ايش راح يصير؟ راح يكون هو نفس هذه خليني اجاوب بعد شيك شنو؟ لا ما كل عكس هذا صفر نفس هو دوس ايش؟ راح تضيف فورس بس هاي ايش راح يصير؟ شو اللي هاي ار بي شو اللي راح يمسح راح يمسحها اكتب هاي القيمة المخزونة راح يكتبها هذا يصير ار بي ايش راح يضيفها هنا اللي هي الدوت
فهاي القيمة مباشرة حتى أقدر أسوي دوت أوفرز، ما أحتاج لا أخزنها بفاريبل وأرجع بعدين السبعين وأرجع أسوي أكبر صراحة. يعني هذا بس هذا شنو راح كلاس ولا لو بنتك لو فاريبل؟ هو فاريبل بس شنو نوعيته؟ كلاس ذا فاريبل ألو بنتك هذا شو رجعنا؟ رجعنا عنه T. T هو أي نوع؟ T هنا شو يقول لك؟ إيش شنو؟ شو اسمه؟ لا هذا جو. إيش نوع؟ يجي كلاس أو مثل؟ كلاس. إذا الكلاس يحتوي على مثل ولا؟ كلاس تحتوي على مثل هذا. طبعا. إذا شلون تحتوي على مثل كلاس؟ هذا نفس الشيء. يعطينا كلاس دوت اسمه هذا بس. طبعا هاي غالية. ليش؟ كل ما تستخدم كل فريم راح يجيب القيمة من جديد. يجيب القيمة من جديد. كأنما هاي يسويها كل ثانية كل ثانية كل ثانية أو كل 200 مرة بالثانية بس. راح يتسرب شو هذا الجيم ممكن يدور كل 200 مره راح يدور مستعمل. احنا ليش احنا نخليه يدور مره واحده وما دام احنا حفظنا القيمه من النتيجه اللي بعد نستطيع القيمه اللي هي عن طريق الفاريبل نفسها. طيب اي رجعنا القيمه المخزونه ناخذها مكان ما يقعد يدور القيمه من جديد كل مره. هنا هنا تجي مشكلات. خلينا نقول مثلا سوينا نوعية بيك اب مثل قبل شوية. سنروح هذا من يونيتي. ستريم بعد موجود. خلينا نقول مثلا سوينا فاريبل سميناها بيك اب بي كي خلينا نقول. شلون نقدر نعطيها قيمة؟ استدعيها وبعد شنو؟ شنو شلون نكتب القيمة؟ هي شنو نوعيتها؟ نوعيتها بيك ابس مو؟ فإذا شنو نعطيها؟ شلون سويت ريجيت بادي؟ شلون تجيب القيمة؟ جيت كومبوننت هنا عندنا جيت كومبوننت مو؟ ليش؟ كلاس جيم اوبجيكت دوت جيت كومبوننت نوعية شنو؟ بيك ابس. نرجع شو نسوي هنا؟ خلينا نقول هنا UK dot duplicate كان ال RB dot أصلًا هناك مشكلة. شو شغلة؟ هو ده يقول هنا أعطيني get component مال pick ups زين بس كده تنظر على الحال تدري هذا. هذا خلينا نجرب. خلينا نجرب الكود ونشوف. لا بالنهاية راح اسوي هنا اف حتى لو سويت سويتش حاسب طويل عندنا كوين هنا مو؟ زين اذا سوينا تايم بس عندي شنو واحد ما دام نوعيه واحده عادي مكشفه بس عندك عده انواع كل نوع يسوي شغله مختلفه راح تحتاجينها. إذا بيستمتع مثلا هسه سبب استخدامنا هنا هاي السالفة مال parent class الاب والابن على مود الكوين راح يسوي شغلة مختلفة عن الباق بس الاوبستكل كله راح يسوي شغلة واحدة اللي هي الدرج ونقدر نسويها عن طريق الكتاب بس كل واحد يستخدم كل واحد يستخدم كل واحد وكل واحد لازم نضيفه بالاون تريجر انتر بالسويتش او غيره. لا هو نفس كلهم. إيش مدرك؟
اوكي صح مو؟ ما تفيد. بس عندنا هاي الكوين بيها سكريبت كوين بيها مواد خمسة. راح اسوي كوين الاخ على اليمين. راح نعطيه غير الماتيريال. راح اسميه نول كوين. سوي زر. نعطيه الكوين الفاضل. هسه الكوين من يدخله لازم شي يسوي؟ يسوي دوبليكو وعليه دمر في الاسترو. بس من يدخل ايش راح يصير؟ خلينا نشوف. رحنا هنا شنو المشكلة هذي؟ دائرة المنطقة اي صح. سؤال إذا مثلاً خلينا نقول موجود في كمبوند فكر ليش ما تخزن بيه قيمة فراغ؟ إيه ما نجي بس عن قيمة فراغ. إيه بس عن تيك فراغ بس نشرك لك أنت لا تسوي قيمة كمبوند على شيء فراغ. هذا ما في إذا شالوا لو بعد يمكن شالوا. إذا شالوا تتحسن وضعي. إذا ما شالوا لازم طريقة قليلة. انجل picked up coin صح مو؟ null coin هاي شنو؟ آه نسيت أمسح هاي العفو نسيت أمسح هاي مو على مود ما يقول لك get component نا pick up ما كنا pick up هاي الفكرة يمكن شالوا الارغان إذا شالوا واحد أحسن تاخذ هذا هنا شالوا الارر اي وين لا مو الجرام بس انت ما تسوي جرام كل شيء فصار شيء مشان جيم اوبجكت هنا هذا شيء جيم اوبجكت هذا اشاره زي هذا هاي فوق سويها خارج ها اي عادي صح حوايا ولا كان طلع خارج الفانكشن على ذاك ايش كان يصير فانكشن فاريبل جديد فاريبل جديد فاريبل جديد فاريبل جديد هذا هي هيك مجرد نجيب الكيت كمبورت مال هاي اللحظه ونشيك اذا مو نو نسوي خلينا نسوي له ايلس انا بدي اشيك اللوخ بس بدون من الفاريبل احسن ما ينفع نكتب مكان ما راح يخزن مكان بالذاكرة صور سويته فايروس مجرد ذكرت هاي راح يقعد سيرش هاي كذا يعني موجود قيمة بالذاكرة هاي موجود انسبكتر مو موجود قيمة بالذاكرة بس هنا راح يسوي سيرش بس انا راح اسوي تغير كم حسب قيمة بالذاكرة اي راح تغير قيمة واحدة اذا مباشرة خليها بالشرط راح تضبط نفس الشيء تقدر تسوي ايش تقدر تسوي ايش صح اي صحيح 100% انت تقدر تسوي شيء قيمتها مو هو يرجع لك كلاس ناتيكا تقدر تستخدم الميثودز الداخل على في طبيعي نسوي بس على السهولة يعني عند الباقيين يعرفون السالفة عم تصير مشابهة اللي سويناها رجل بودي أفضل استخدمها بما أنه طلعت تشتغل
إذا else نقول null pickup. هو يونيتي لما تكون feature بعد تبدأ تكبر ال console محسن ال text اللي داخل للشير. تقدر غير اللوني. بس هيت لوجو error لوجو نيجا شو تحاول تسوي باللون. بس هسا دخلنا بهاي الماضي صار ينظف ولا دا يمسح. وإذا سوينا أنا مثلا دوبليكيت حركنا واحدة اللي هنا اثنين راح يطلعنا نفس الرسالة للكونسل. ليش؟ الاثنين ما يحتوون على التكب اللي هي الكوين. ما عاد جاي سؤال عقب يعني رحنا التكب واحدة شنو الفرق بينهم؟ بيك اب عشان بيك اب بالدنيا عليه بيك اب عليه بيك اب بالدنيا ده بيك اب يعني المثل بس لو ريكورد بس لا لو سويتها راح يتجهل يعتمد بالبحث على الفرنس شيك الفرنس اذا عنده بيك اب يتجهل ان شاء الله اوه ولا هاي لازم يستعملها فرنس. إذا شفت الفيديو مال انهرتنس البوليمورفيزم لكم آخر واحد هو هذا يعتبر. بس مثلا عندك مو هنا بيك اب بما انه هاي ما موجودة بالكوين الاسم مالك سكرا راح اتخذ اذا سوي مثل نفس الفيجيتين يا رب يا رب. بس شنو المثل؟ شنو المثل؟ البوي يعني سويت بوي نفس الاسم اثنين حتى كرب. خلينا نجرب public void do pickup. شوف شو يقول لك؟ يقول لك اكو شغله عندنا ممبر سيم سيجنتشر بس اربط الكلمه موجود اصلا مسوي ديكلاريشن هاي الفانكشن فتقدر تستخدم مرتين حتى لو سويتها برايفت مثلا لازم كل واحدة اسمها مختلف حتى الـ variables. كل variable لازم يسمى مختلف مثل ما كل اللي مثل كل بول حتى الـ variables مثل على اسمها variables مونة بيهجر مونة بيهجر لازم يعتمد على مانتك. إذا مانتك مثلا private بالخارج يعتمد على تبدأ الأساس بالبحث بيس اقتام الكلاس يعتمد على الشغل بعدين يعتمد سنجع إيه يمكن يصير وش القيمة اللي راح تكون شنو راح تكون نوعية مختلفة لا راح تكرر لماده سيرتين بس اذا سيرتين زيرو هاي شنو حتى هاي ما مسموح هنا بسي شارب لازم تغير لازم تغير البارامترز تغير البارامترز سمي قلنا البارامتر اي راح اسمه يعني صارت عباره فانكشن مختلفه تماما تعرف انت مثلا اللي برامترز تحس تغيره هاي اذا شكلنا برنت مثلا تخلي فلوت
اما اذا سويتها بالتشايلد ما تعاد يقبل ما يعطيك مشكله. نجرب بين البوبليك يمين void do انطاك ايرور عليه لا بس انطاك warning هذا الاصفر شو يقول لك؟ يقول لك هذا كلمه نيو يمنع يعني هذا الكوين نيو الكوين يقول لك to pick up ما راح تجي ليش؟ it hides the method void pick up اشياء غريبه هي عكسيه حتى اللي إذا سويت مثلاً بيك اب ونوعية كوين يقول لك بيك اب ما راح يسوي هاي ما راح يسوي بيك اب إذا سويت مليون إذا سويت مليون بس يمكن ما ياخذ مليون يعني بس ايش فارق بيك اب؟ بس يمكن فأنا شو تسوي؟ خليني أجرب لحظة هي مو هاي دو بيك اب خليني أقول مثلاً برنت هنا كوين أموت راح نشوف الدو بيك اب ايش راح نسوي. يعني احنا عرفنا احنا من يدخل بالكوين يسترجع فانكشن اسمه دو بيك اب مو؟ اي تشانس تسوي تطلع ايش تسوي تشانس؟ تطلع اسم الاوبجكت بس غير خصصنا للكوين بس حسوي تطلع لما بس هو ايش راح يصير؟ دخلنا بالكوين هاي وهي بيك اب واسم اي ليش ما يطلع الاماونت مال الكوين؟ ما شنو؟ الاماونت مال الكوين وحاولنا يسموها الكلاس لفاير ماركت ليش مثلا انا عندي هنا توبيك اب بالكلاس نفسه وعندي توبيك اب هنا بالكلاس اثنين نفس الاسم ليش راح يستدعي هاي اذا هو اذا هو انا ضايف له كوين اذا انا ضايف له كوين ما ضايف له سكريبت اسمه ضايف له ليش ده يستدعي مال البيكاب؟ يعني هو ذاك البالانس مالت اي فانكشن نفس الاسم راح يستدعي مال البالانس وسبب بسيط يعني انت مو تقول دو بيك اب خلينا نقول هيك من بالبلاير ده سوي هنا دو بيك اب شو يسوي؟ يدفع على بيك ابس يدور اكو احنا موجود بهذا الاسم ياخذه اذا ما موجود ذاك الوقت يدور على النوع ده يعني يجي مثلا هنا هذا شنو نوعيته بيك ابس ندور بالبيك اب اوكي هذا البيك اب موجوده اذا ما موجوده مثلا خلينا نمسحها ها ما موجوده خلينا نروح على النوعيه الاصليه مالتي اللي هو تشايلد موجوده هنا ذاك الوقت بس ادعي بس اذا مسحناه راح تكون مشكله يعني احنا هنا عندنا هاي النوعيه بيك اب خلينا نجرب وين يصير. ايش راح يصير؟ راح يطبع الاماونت، راح يطبع البالانس. وفي كاتب يطبع الكوين يطبع الاماونت. هسه انا عندي خليني انا عندي هاي نوعيتها كوين مو؟ وعندي هنا بالبيك اب كوين مو تاخذ من البيك اب عندي هنا فويد اسمه دو بيك اب عندي هنا فويد اسمه دو بيك اب نفس الوقت هنا نسوي شغلات مختلفه هاي تطبع الكوين اموت كميه وهاي تطبع شنو اسم الاوبجكت هسه السبب بين اساسيات انا اشتغلت
صوت عالي شوية. السبب اللي استشعر أول شيء فرق عندي شيء. ثاني شيء إحنا بدنا ندور نوم في الجرنت إحنا عشان ندور. يعني قصدك هو طبعا الأول بعدين طبعا البناية وال يدور في الأول بالفرق يدور أكو فويل اسمه ديفيكا إذا ما أخذ هذا فاكد يدور بالشايل هذا بس مثلا صار ديفيكا في الشايل بالشايل بالمسح سويت هناك بالتشايلد بس ما عندي ما اعتبره موجود يقول لك هاي راح يشيلها يعني حيصير عندك اثنين تشايلد بنفس الاسم اثنين تشايلد نفس الاسم لا عندك تشايلد اسم عندك تشايلد واحد بس اللي هو الكون عندك بارنت واحد اللي هو بس اثنين عندهم فويد نفس الاسم هو حتى شو اسمه بس هاي نوع الكون هاي نوع مو نوع يا صح تاخذ من بيكابس معي شغله بسيطه اذا الاب قال ستشيفن عشان لازم يصير ضغط الله طيب اسكت سوى طبعا عليه مالب السبب الاساسي الاب هم وثاني شيء احنا عشان ندور شو ندور هنا لحظه عفوا شو ندور هنا مو يدور لك على الكومبوننتس الموجودة في جي بي بي اي شنو؟ ندور هنا ندور على فكرة ندور على سبعين ما شنو؟ بس اللي نسوي هنا سلام تريكو لنكر شنو نسوي؟ ايش تسوي الكابتن مثل الجدار ندور عليهم نشوف هل هذا الكولايدر عنده كومبوننت اسمه نوع الكتب مو اذا عنده يا شنو عنده يعني البيكيل الفاريولات سايد فراغ يعني عنده سوي بيكيل دي افويد يعني اسمه بيكيل اريد تسويه وتمسح بعدين هذا دمر في الميكروب السوء فهذا اللي صار بكم يعني المشكله هنا عندي شنو احنا ندور على شنو؟ بالبيك اب عندي شنو؟ شو اسمه هاي؟ دو بيك اب موجودة بالبيك اب مو؟ هي ايه زين انا عندي بالكوين نفسها هم عندي نفس الشيء نفس الاسم وبنفس الوقت عندي هذا الاوبجكت وانا اني عندي عندي الكوين هنا من نوعية شنو؟ خمسة ايش قد تنطيك مو ايش قد انت عندك بس اذا ما بسي بالكوين هيروح للبار لا نحددنا دور بالجهة يعني هو بس الاب اللي يقدر يروح للبار راح اكرم لا سبب بسيط احنا دورنا على كوين مو الكوين بس نوعية الفاريبل شنو كومبوننت سيلي ولا يعني ما بيكون صح الكومبوننت سيلي كيورد نيو لاقي كومبوننت احنا بنسوي نسوي كومبوننت اعتقد هم راح يسوي راح ياخذ اثنين كومبوننت هم يسوون هم ذاك الشخص بلا زحمه
لا طبعا هذا بس ليش ليش ما راح نستعمل ايش حاله بس عم دبيكم ليش احنا تختفي دوبيك اب مال كذا سي شارب مختلف لكن شارب سي شارب هي مجاوبه الاوليات الاوليات البوليمورفيزم هن اللي اخترعنا لا والله مو هن اخترعنا رجعنا تكو ترى قبل هذا تسوي شلون ما تسويها احنا انت راح تحتاج ايش معي لا يعني اذا هذا تريد تستعمل مال تشايلد اكو طريقه هسه راح اشوف هنا نتقبل البوليمورفيزم بس هاي مال تبيك أفضل وهاي مال لدكو هاي البلاير وهاي تبكس أقروه هاي الفوت هم تبكس هاي بتحنا كنا هذا اي
تمام كل واقع حضور ها كلا هاي الدوحة كلها عن نفسينا يعني ما أعرف غاية على قد لا كيف يعني هسه الكل بيك اب أضيف للكم من كل من شنو من كل من شغلات اللي ضيفها لك هاي كوم السيدة خلينا نقول هيل هاي كوم السيدة حراسة يعني كلهم أضيفين مات راح يصير كوين وهاي الكوين أموت هاي نانا يعني من الصادم مثلا اي سبنا دارت بس مو بعض حسب بس حالياً هم منطقة الصباح بعدين يمكن ورا الضيف من حين دي من حين تيجي زي التفاصيل اللي راح توضح لك بعد بس حالياً بس لما استريح من الفكرة ما انهرت بس شو بس حالياً بس نسوي كرات وشو نسوي الفورم بعدين من حين الضيف من حين تيجي تشتغل سوى نوع من الفكرة I'm not the same. I'm not the same.
هاي Thank you.
اي
بس ثاني إذا جينا هنا طفى يعني هذا يا كلاس بيك اب هاي البوي شنو دو بيك اب مو قبل البوي اضيف فيرتشوال واجي هنا نفس الاسم بالضبط لازم اوفر رايت اذا سويت هالشيء ورجعت اليونيتي مو كابتشر ايش بولي مارك هنا لا المشكلة ها بابليك فرايف بيجي هي مكان ورا بابليك فرايف يصير بعد هذا سنة هذا يصير لكم مو ده يصور وده سيستريم مش فاتح كاميرا ايش طبع يدور ما تكون ليش هنا بس هاي اوفرول هاي فيرتشوال يعني شنو يقول هاي افتراضيه تصورها ما موجود يدور على الكوين بعدين ها ما موجود الا هسه صارت موجود شرط اوفرول تكون هنا خلينا مثلا سويتي سبيد بوف سوي نفس هذا بالضبط بس هنا
خليني خليني اجرب هسه. هسه عندي بالسكريبت هنا راح اسوي واحد الاخ شو اسميه؟ اقول له جمب. جمب بيك اب. ناخذه يخليني يقمص، يعني هو يقمص. خليني اجرب. ناخذ ناصر وجبنا نفس هذا بالضبط. راح اسوي له كوبي، راح اسوي له بيس ماشي. بس انه الفرق هذا شو اسمه هنا جمب بيك اب. انا ما احتاج كوين اموت، انا احتاج اللاعب، احتاج الريجيد بودي مال اللاعب. بلاير ار بي شو اسوي هنا؟ ار بي دوت بلاير ار بي دوت اد فورس بيك اب 3 دوت اب تايمز خلي اقول 450 هي غير شوي. كيف سايد كوين موجودة راح اسوي لها دوبليكيت كوبي بيست اللي راح موت خليها انا بالبداية ماشي. ما اريد الكوين انا تشريد جمب بيك كجور مات اللعب خل ماتيريال بعد جمب بيك اب. مو شلون تبحث على اللاعب؟ يعني مو الجيت بودي مو على الكوين اللاعب يسوي جيت كومبوننت شو يسوي؟ يبحث هنا. اوكي شو يسوي له هاي؟ جمب بيك اب. انا ضفت شيء على اون تريجر انتر، سويت تاج، سويت اف جديده، بس سويت سكريبت جديد، اوبجيكت جديد، كان اذا اسوي اي شيء عادي اضافه جديده ولا على فاعبر اقدر اضيف اي شغله اعتياديه عادي ولا دخلت باللاعب وانا دخلت بالسكريبت مالته. ايش راح يصير اسم؟ بس ما يفشلني قمص مع نفس الوقت هو اني شنو اثنين بيك ابس واذا جت الهواي ايش راح يسوي؟ راح يطبع لي غير شيء. نفس النوع بس الفعل ما يفادت. انا مثلا استقدر اسوي بيك اب انا ايش هنسرق ذا سويفك خلي اسويها اد فورس سويت له اد فورس اسوي بيك اب انكريس سبيد سبيد بيك اب لا ازيد الفورس مالته مو اللاعب عنده فاريبل اسمه فورس ازيد بعد اسوي اربعة بس مش مشاكل مثلا اذا ضفت هسه عندي هنا ريجيد بودي واحد بس اذا ضفت ريجيد بودي الاخر لازم يصير ماس فقط قليله وبعدين ما ادري ايش سويت انا هسه سكريبت واحد بس هم نفس الشيء اجي هنا كوبي بيست الهاي شو احتاج انا احتاج اللاعب اصدق اسمه سبيد بيك اب شو احتاج انا احتاج اللاعب مو سميته سميته بيربس سبيد بيك اب طبيعي ايش البيربس معنا ندرد على الفورس نفسه
اريد اعدل على هاي. هاي سمنه نبي اسمت سمنه هذا اسمه سمنه اي صح سمنه هنا 5 الفورس مات جامب 450 سمو هنا عندنا الفورس شكات مال مال ماشين 5 5 فورس مال ماشين. شو اسوي؟ نقول له بس بلاير بلاير دوت فورس اضربها في 5 شكات 5 تصير 25. خلينا نجرب شنو المشكلة؟ تعتبره كومبوننت طبيعي بس نفس الوقت كل هذا شو يسوي شغله مثل قبل شوية. شو سويت هنا؟ دوبليكيت حركته بصفحة غيرت السكريبت مكان مو جنب انا اريد لها مال سبيد هذا هنا غيرت اللون مالته بس مثلا وردي هذا تغير الشيدر بدي اغيره سوي سبيد بيك اب سبيد بيك اب يعني شنو لونه مثلا بنفسجي بالنص فايلت اني غيرت شيء هسه بالبلاير ضفت جديده بالبلاير بعد ليش تغير في البلاير وكان ماسك تاج جديد وشيء هل هذا التاج مال سبيد بيك اب او هذا التاج مال جمب بيك اب بس سطرين لا تغير هالجي كومبوننت لا ما تغير بس ليش ما لازم نضيف تاج هنا وفوق هاي الخطوات كلها نسوي تحتاج هنا لازم نضيف بيهيفير بالسكريبتس بس لازم نضيف تاج جديده بال أنت غيره، وقاعد هزيد عليك صعوبة، يعني مو صعوبة أنا راح سبع، فوق مسرح تب. بس أنا إيش سويت؟ كوين، نول لين ما بيها أي شيء، ما راح أسوي شيء، جامب، وسبيد. أنا نسيت أحط البلاير، تربط اللقطة. والله اللعيبه دي كوين لا لازم اعيد لقطه كل شيء مسويت نار جون بعد شنو؟ شفت البلاير؟ اوكي لير دوت فورس هاي الفورس هنا كسكريبت ايه مكان مو راح اسوي جيم لير دوت كومبوننت لير لير سوي شيء هاي حاجة جد بادي هاي مو كومبوننت انت ضفتها لي نتيجة ايه اوكي هاي العامل مع التليفون ليش بادي ما تقدر تخليه مباشر ولا يصرف مباشر فكان ناقش ان شاء الله هذا البلاير مو تريجر انتر يجي بيك ابس يدور بيك ابس البيك ابس تشمل شنو؟ الكلاس وبعد شنو؟ البيك ابس نفس الكلاس والنوع نوع بيك اب يشمل شنو؟ الكلاس وشنو هذا؟ الجهاز مالته اللي هو هنا شنو عندنا؟ سبيد بيك اب والكوين والجمب بيك اب فاذا يدور اي واحده من هاي الانواع ياخذها حيكمل السؤال الجواب هنا ناخذ اي نوع واحد من بين الانواع مو بعدين احنا شنو يجي
مثلا اخذ الجامب بيك اب هاي نوعيته شنو جامب بيك اب الدو بيك اب شنو فيرتشوال فيرتشوال افتراضي يعني يعني مو موجود موجود بس هاي بس نفس يعني احنا اللي اي هذا ريفرنس ليش انا عينته بالنسبه انا ما سويت الاوت كومبوننت سويت الجيت كومبوننت هذا اسم مجرد هذا النوعية الكلاس وهذا اسمه بس اقدر اسوي مثلا جي جي اسوي جيت كومبوننت ايش ما سويت جيت كومبوننت جيت كومبوننت المن ناقص الجيم اوبجكت هاي اسرع اقدر اسوي شلون بس بالسكريبت اللي هو سلسلة مباشرة لا اي مكان تقدر شلون نفس الشيء مثلا سوينا هنا بلاير يعني كل شيء تسويه اي بس تقدر تسوي شيء بلاير سكريبت يقول بلاير سكريبت ايكوز بلاير جيت كومبوننت بلاير ممكن تكتب هاي كلها نسوي نوعية بلاير طبعا من هاش ايش تستعمل مكانها استعمل كرس ما دام بابليك بالسبيك عادة اذا سويت كلاس ما يتبع مونو بهيبي يا بابا مو سيلال فيلد يعني كلمة طويلة وهاي شنو هذا قوس مربع شرط نفس الاسم يعني ليش طلع يلا هاي بالبيك اب سيف سيف ماكو اوفر رايد جنريش انت وين بس بال غير نوعية بس ورا البيت ورا البيت بريت جمب بيك اب ايش خلصنا من البيك اب خلصنا من البيك اب اي اذا خليه نعم بس اي اذا بدنا نسوي اذا ما نمشي الحين ما يبوس انا خصم نسوي كانت عشان شويه يعني اي هي بدا في بعدين من الاستخدام والله حتى زين انت
كملتم بس
ويانا انس خلي اشوف انس 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 ويانا انس ترى ما ناسيك ويانا انس انس are you here مايك عمي حيل مركز اليونيتي منو انس خليك شوف شنو تو انس انس موجود وياك انت تمام الوضع يا مكان انت الوضع تمام والله انت صحيح بس ما جاي لا جاي سرسه على جاي فسك السرعه مالته اكيد متاكدين الفكره مو بس بسرعه من اللعبه فكره بسرعه من التطوير اي اي ها اوكي تقدر تسوي شير سكرين صح اذا اخذ الاوبريت قبل فيرتشوال البيس دوت شو اسمه تقصد البيس دوت بيك اب اذا اخذ البيس دوت يعني ها انت مخلي بيك اب 2 امسح بيك اب كوين لازم واحده منهم ممكن انت تضيف عليها بس لو انت تريد كليا امسح البيك اب كوين بقي بس جمب بيك اب بس كان صار لا قصدي انت شفت الجمب بيك اب انت مخلي كومبوننت 2 واحد اسمه كوين بيك اب واحد جمب بيك اب نفس الاوبجكت مو امسح الكوين بيك اب بقى بس الجمب بيك اب لان اللي دا يصير دا يمسح اللاعب يمسح الكوين قبل لا يفعل الجمب بيك اب فهمت السالفه ليش لان اول شيء الكوين موجوده هاي جرب لانش بريك شباب لانش بريك شباب اكل ما ادري انت ولا تسالي راض لحم ولا عايش يوم جايبين سلايدرات جايبين سلايدرات لا جاي مجال زين يتطورون احسن من اليوم لا هذا جابوها برجر برجر إيجابي لا بصين جام تلصين جام تلصين أنا من مشجعين البرجر العراقي إيه أنا مشجعين البرجر العراقي مو مطعم برجر العراقي لا بس البرجر العراقي هذا بالنسيت طماطم شوي شكله الأولوية شنو الأولوية؟ الأولوية يعني فوقه. هي الأولوية؟ إيه. حلوة هالمرة. شنو راح أنس؟ فوقه. ما خلصنا أصلاً. إيه. أصلاً أصلاً. إذا مسح البيس دوت. أعتقد ما حي يسوي كل الأصلي. هاي سويت لك جديد. هذا راح يسوي مونا بيهيفير داي. سأرجع مونا بيهيفير. لا أصلاً ثم نسوي فيرتشوال. أورد لك بيس دوت. لا ما يحتاج البيس دوت اذا تريد تذكر ديش قبل هذا فهمت بيس شلون اذا تستخدم جافا سوبر لا شيء يسوي مثلا بيس دوت دو بيك اب راح يذكر دو بيك اب مال بيس قبل لا يذكر هذا يعني بكل حاله راح ايه بس لازم تذكر دو بيس دوت هذا الحدث مات اول انا صح هذا يتم قبل
اكو مشروع ما حيمسح كليا. تقدر تقدر تستدعيها عن طريق داخل الكوين نفسه. بس قصدي تقدر تذكر بيس دوت دوبيكا شيرو روح على البيس على اساس يسوي دوبيكا داخل دوبيكا الكوين. كمل انت وراي اذا تريد شغله تسويه يعني. بس انا ما تقدر تحتاجون هذا هسه. انا قصر شنو داز لي رساله بكر في شيء لعبه من الغاز اي شيء يقول عاشت ايدك مره ثانيه على التجين. انا مش وقت داز لك اياها من الاخر يا اخي هذا كله